تفعيل ميزة الانتساب في قناتك على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلا زي ما تعودنا قبل ما نبدأ نبعت الصلاة والسلام لسيدنا النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه بقدر جاهي عندك فرج ما نحن فيه. هنشوف مع بعض النهاردة ازاي هنفعل ميزة الانتساب على قناتك من خلال الكمبيوتر ومن خلال التليفون. هنشوفها مع بعض من خلال الاتنين، تمام؟ اولا ايه هي شروط تفعيل ميزة الانتساب؟ عشان افعلها يبقى ايه هي الشروط اللي انا اصلا افعل بيها ميزة الانتساب؟ اول حاجة ان قناتك تكون طبعا مفعلة ربح، تمام؟ طيب لازم كمان مكان اقامتك في البلد متوفرة فيها الميزة دي، وتقريبا اصبح معظم البلدان دلوقتي متوفر فيها الميزة دي، تمام؟ تالت حاجة لازم تكون قناتك فيها المنتدى، قسم المنتدى لازم يكون فيها، تمام؟ رابع حاجة لازم تكون قناتك غير مصنفة للأطفال، قنوات الغير مصنفة للأطفال مش مفعلة فيها، تمام؟ وبرضو خامس حاجة لازم قناتك لا تضم عدد كبير من الفيديوهات الغير مؤهلة للربح. الغير مؤهلة للربح دي ودول قسمين، تمام؟ فيديوهات مصنفة على أنها مخصصة للأطفال، فيديوهات كتير مخصصة أنها للأطفال، أو عندك فيديوهات تمت المطالبة بملكيتها بمحتوى موسيقي أو كده يعني، تمام؟ دول اللي هي شروط تفعيل ميزة الانتساب عندك في قناتك. عشان نفعلها هنعمل إيه؟ يعني واحدة واحدة كده مع بعض، تمام؟ أول حاجة هروح على خانة تحقيق الربح. الكلام ده منين؟ من كروم. بعد ما بدخل على بيانات القناة من كروم عندك، بدخل على خانة تحقيق الربح، تمام؟ وصلنا لهنا؟ طيب وانا في خانة تحقيق الربح في نظرة عامة عندي كده كلمة الاشتراكات الداعمة، لو ضغطت على البدء هيودينا على طول على الاشتراكات الداعمة هنا، وانا في خانة نظرة عامة هنا في خانة مخصوصة للاشتراكات الداعمة اهي، يعني يا اما ادخل من كلمة البدء من هنا يا اما ادخل من الاشتراكات الداعمة، هي من اتنين واحد، او البدء هيدخلني فين؟ على الاشتراكات الداعمة. طيب من التليفون نفس الحكاية بالظبط، عشان بس انا عملت استفتاء على ازاي يعني افعلها، او استخدم التليفون ولا استخدم الكمبيوتر، فنسبة كبيرة جدا كانت على ان انا استخدمها من التليفون، تمام؟ طيب لو ضغطت على لوحة البنات دي الايقونة اللي احنا سايبينها بره زي ما اتفقنا وعملنا قبل كده، سايبين ايقونة الادسنس اهو، وسايبين ايقونة للوحة البيانات الخاصة بقناتك، تمام؟ هندخل عليها نفس الحكاية برضو بالظبط، هتدخلنا على لوحة البيانات. عندي هنا بيقول لي على جيب التطبيق ده، بضغط تحت كده على الموقع الالكتروني، تمام؟ اهو حمل معايا كده لوحة البيانات، تمام؟ هضغط على علامة الربح، نفس الصفحة بالظبط، تمام؟ برضو نفس الحكاية، برضو بيقول لي هنا نفس المربعات دي الاشتراكات الداعمة البت. شايفين الكلام؟ انا بس فضحت من الكمبيوتر عشان مش واضح، بس يعني مهما صورت من التليفون مش هيبقى واضح قوي، تمام؟ فانا ده يعني لما صور من هنا ومن هنا نفس الفكرة اهو، تمام؟ لو ضغطت برضو على البدء في الاشتراكات الداعمة هيدخلنا على ميزة الاشتراكات الداعمة هنا، اهي نفس الحكاية بالظبط اهو، تمام؟ هيدخلنا على الاشتراكات الداعمة هنا بالظبط، دي هي دي اهو، نفس الصفحة دي هي الصفحة اللي هنا بالظبط اهو، تمام؟ عندي اول حاجة اعداد مزايا الانتساب، هي اعداد مزايا الانتساب نفسها بالظبط، لو ضغطت بدء من هنا هي ضغط بدء من هنا، مفيش أدنى مشكلة بينهم الاتنين، تمام؟ وضحت الفكرة؟ يعني الطريقة واحد اهو، مفيش أدنى مشكلة، هضغط على كلمة البدء من هنا اهو، عندي هو مختار لي 3 مستويات، 1 2 3، ممكن انت تعمل مستوى واحد، ممكن حضرتك تختار 4 مستويات، ممكن حضرتك تبدأ من الصفر وتقسم انت المستويات زي ما انت عايز، تمام؟ طيب عندي هنا المستويات، تمام؟ فانا هدخل ده اختيار نموذج، اخترنا النموذج اللي هو 3 مستويات، اخترنا النموذج اللي هو 3 مستويات، بقول له تخصيص المزايا هنا، تمام؟ بيجيب لي ال3 مستويات برضو من التليفون نفس الفكرة اهو بالظبط اهو، يعني عملنا برضو البدء اهو من اعداد المزايا نفس الفكرة بالظبط اهو،
تمام، برضو جايب لي الثلاث مستويات اهو، مختارها لي هو هنا. تمام خلاص، اخترت، اتفقت على الثلاث مستويات، ممكن اختار مستوى واحد، ممكن اختار اربعة، نفس الفكرة. اختار انا تخصيص المزايا، نفس ده بالظبط، نفس الصفحة، الصفحتين نفس بعض بالظبط اهو، تمام، عشان ما فيش فرق بينهم الاثنين يعني. تمام، هروح انا هنا كده على المستوى الاول، اول حاجة في المستوى الاول، وهختار تعديل. تمام، هظبط انا اللي انا اختاره منه، نفس الفكرة برضو من التليفون، نفس من هنا. تمام، المستوى الاول حضرتك ممكن اول حاجة الاسم، الاسم حاجة مطلوب عندك هنا، مطلوب هتسميه ايه؟ اي حاجة. تمام، ممكن تسميه مثلا داعم ضعيف، داعم متوسط، داعم قوي، الثلاث مستويات. ممكن انا بالنسبة لي مثلا هسميه اصدقائي مثلا. تمام، ده المستوى الاول. هنا السعر الشهري بسيب مصر زي ما هي، او كل واحد ببلده. الرائج 15 جنيه في الشهر، ده الرائج. ممكن مثلا انا اختار من هنا اخليه مثلا 10 بس، اختار اللي انا عايزه، 5 10 15 زي ما تحب. تمام، هو الرائج 15، انا بختار 10، اقل من الرائج شوية مش مشكلة يعني، مش هتفرق كتير صح. انا بختار 10. المزايا، ايه هي المزايا اللي من هنا؟ اختار انا هنا ايه. تمام، في عندك هنا الاختيارين الاولانيين، الاولوية في رد في التعليقات، والمحادثة المباشرة الحصرية. انا بقلل الميزة دي، يعني ممكن اشيل دي، اشيل الميزة دي واسيب الاولوية في الرد على التعليقات. ده كفاية قوي جدا عليه يعني. صح، ابو 10 جنيه ده. صح كده. طيب ممكن انا حذفت دي وعايز اضيف ميزة، هضيف ميزة من هنا، اضافة ميزة، واضيف اي حاجة انا عايزها. تمام، او اشيلها تاني. يبقى انا كده اخترت الأولوية في الرد على التعليقات. تمام، دي اللي ايه، دي المستوى الأول اللي أنا عملته باسم أصدقائي أهو. تمام، هقول له تم. يبقى أنا خلصت المستوى الأول بـ10. تمام، واخترت له اللي هي الأولوية في الرد على التعليقات. هروح على المستوى التاني وهكذا، تعديل. تمام، وليكن مثلا نعمل المستوى التاني بكام، نقول مثلا ايه، ده مصر برضو، بس نكتب الاسم الاول، ما ننساش الاسم عشان لو سبته هيعمل. هقول مثلا هنا تبقى اخواتي. تمام، هختار انت ممكن تعمله مثلا داعم متوسط، داعم ضعيف، داعم ضعيف، داعم متوسط، داعم قوي. ممكن تعمل برونزي، فضي، فضي ذهبي برونزي، ممكن زي ما تحب المسميات زي ما انت تعملها. تمام، مصر برضو الـ75 جنيه ده كتير برضو على الشخص. طيب نجرب المستوى الثاني والثالث ده من خلال التليفون بس عشان نتأكد ان هي نفس الخطوات ما فيش فيها ادنى مشكلة. تمام، واروح على التاني. تمام، وقلنا نختار الـ75 دي، نعملها نخليها مثلا حريتك بقى، بس انا رأيي كده بعملها 25، حاجة بسيطة. تمام، وبنزل لتحت كده ونكتب الاسم، الاسم ده مهم. تمام، هنكتب الاسم، نقول اخواتي زي ما انا عملت. عايز انت تعمل اي حاجة اعملها، ما انتش مرتبط بده يعني. تمام، نعمل اخواتي وننزل لحددنا المزايا ونشوف المزايا اللي احنا عاملينها. تمام، دي عندك مشاهدات الفيديو الجديدة قبل نشرها، تمام هنسيبها، وعبارات شكر هنسيبها، والباقي ده كله ما نربطش نفسنا بيه عامة. تمام، وبنزل على كلمة هنا تحت خالص، تحت خالص نصغر، عندي كلمة تم اهي. تمام، وبنزل على تم. عندي المستوى الثالث اهو، هو عامله هنا. تمام، ننزل لتحت كده، هنكتب في الاسم هنا، هنكتب قلنا اهلي، ماشي. هنروح للسعر، السعر بقى يعني ده 300، ده كتير جدا، او على حسب ما انت عايز، على حسب. تمام، احنا بنعمله التالت مستوى ده، نعمله 100. اللي يهمنا ننزل هنا
على الاختيارين دول عندي ميزة حصرية ممكن أضيف ليها لو أنا عايز أضيفها، تمام. التواصل مع المنتسبين هسيبها يا دوب يكفيهم، وميزة حصرية لو أنا جيت أعدلها لازم هضيف عليها الاسم وكلام من دي، هضيف عليها الوصف وحاجات من دي أهو، تمام. نفس الحكاية أضيف عليها نوع الميزة هي إيه والوصف وعنوان الميزة وكلام من ده، أنا كده كده مش عايزينها، كفاية عليهم بس اللي هو التواصل مع المشتركين. عايز تضيف فيها أي حاجة مش مشكلة، أنا بقول على أبسط طريقة، تمام. وبروح على كلمة تم، نفس الحكاية أهو، تمام. وبنزل تحت بعمل التالي. طيب ده بالنسبة خلصنا من التليفون كده، وبضغط على إيه؟ خلصنا دي اختيار النماذج احنا خلصناها صح، وبضغط على التالي ارسال المزايا، تمام. او لا يمكنني، نفس ما احنا عملنا بالظبط، وارسال المراجعة، تمام. هي بقت عندي فضل المعالجة اصلا احنا عملنا رجعنا فيها، تمام. وعند 110 عملنا المستويات دي، تمام، زي ما عملناها قدامكم التليفون. طيب قال لك هنا ايه؟ لم تبدأ لسه في تخصيص المزايا، تخصيص المزايا اللي هي الشارات والرموز، هندخل هنا كده، تمام. الشارات هنسيبها زي ما هي، استخدام شارات اليوتيوب العادي، انا مش عايز اكتر يعني، يعني انا ممكن اهو استخدام شارات اليوتيوب نفسها وبسيب دي، كفاية جدا. رموز تعبيرية ممكن محملش رموز تعبيرية عادي جدا، عايز تحمل مفيش مشكلة، يعني هتكتب هنا اسم اي حاجة هلا وغلا، ومثلا السلام عليكم، تحط اي حاجة رمز التعبير، وتحط الصورة اللي انت عايزها، الصورة مقاسها 32 في 32 بكسل، تمام. حجم التحميل ده اقل حاجة 1 ميجا بس، بأي صيغة، جي اف، جي اي اف، تمام، او بي اي بي ان جي، او جي بي جي، المهم الارتفاع، العرض في الارتفاع 1:1 زي ما تحب، ده كله مش هتفرق، احنا مش هنعمل في اي حاجة من هنا. المميزات الاختيارية ده كلها بتبقى مفعلة اصلا، خلاص انا بعمل حفظ، ما عملتش اي حاجة غير الايه، الشارات اخترتها استخدام شارات اليوتيوب العامة، تمام. وبعمل التالي، عايزين تشوفوا الخطوة دي من التليفون، نفس الفكرة بالظبط والله. احنا في الخطوة اللي هي بتاعة تخصيص المزايا صح اهو، هنعمل البدء نفس الحكاية بالظبط، ما ضرناش في حاجة، ماشي. عندي هندخل في الشارات، هنختار استخدام شارات اليوتيوب وخلاص، نفس الفكرة، ماشي. وبضغط هنا كده وبعمل التالي، خلاص انا مش عايز اي حاجة زي ما شرحنا من الكمبيوتر كده، مش عايز اي حاجة من هنا، بعمل التالي وخلاص، تمام. اختيار صورة انا مش عايز اي حاجة من دي، مش عايز اختيار، تمام. هنشوف بعد كده تحميل الرموز، ده مش مشكلة ده خالص، تمام. نفس الحاجات من التليفون، اضافة رمز وميزة التالي، ده كله ما يلزمنيش، بضغط على التالي وحفظ بس، ده كل الحكاية، تمام. هنعملها برضو من التليفون اهو، بعد ما اخترنا الشرط دي خلاص، بس ما حملتش ده، عايز تحمل مفيش ادنى مشكلة، بس احنا بنقول على اسهل حاجة التالي اهو، نفس مجالنا من التليفون، عايز تحمل اهو اي حاجة مفيش ادنى مشكلة، التالي، الرموز الاختيارية كلها معمولة، حفظ، تمام. ده ابسط حاجة. طيب بعد كده ده تمت وده تمت اهو، عايز تعدل فيها هتعدل ده في اي وقت، تمام، مفيش ادنى مشكلة. طيب ايه الاعلان عن ميزة القنوات المنتسب اليها؟ هنعمل البدء دلوقتي عادي، هنعمل البدء مفيش ادنى مشكلة. هيقول لي الاعلان عن ميزة القنوات المنتسب اليها في فيديو، تمام، او الاشارة اليهم في القنوات المنتسب اليها في الفيديوهات، تمام. وده كله اهو، طبعا هنا النقطة دي كان بيظهر في بعض الأوقات إن أنا أحمل فيديو من هنا على طول، تمام، لكن هنا أو معايا ما ظهرش، أو ممكن ده في الجديد في 23 ده مش بيظهر، أوكي مفيش مشكلة، تمام. إحنا قلنا بنجهز فيديو ونعمله غير مدرج، تمام، الفيديو ده اللي هو فيديو الانتساب وتعمله غير مدرج معايا، وبنزل تحت هنا بعمل تم هنا وخلاص، تمام. وفي الآخر هيظهر لي المكان اللي أنا أضيف منه الفيديو، تمام. تمت الإعلان عن الميزة، تمام، دي تمت. إنشاء مشاركة الترحيب إنشاء مشاركة على اليوتيوب أهو، تم إن أنا أصلا حملت الفيديو يا جماعة على القناة وعملته غير مدرج، تمام. يمكنك استخدام مشاركة المنتدى، تمام، هقول له مشاركة أهو، افتح اليوتيوب على المنتدى عندي، تمام، فين المنتدى أهو هنا، تمام، هنكتب هنا
اي مقوله انت عايزها، اي حاجه هنقول بالشكر والتقدير لكل الداعمين والمنتسبين لقناتي العيله. تمام، ممكن انا احط اضيف صوره، ممكن اضيف صوره، ولا اختار صوره من الكمبيوتر، اضيف صوره عادي او من التليفون، نفس الحكايه بالظبط، ما فيهاش ادنى مشكله. تمام، ما فيهاش ادنى مشكله، ممكن اختار دي كده. تمام، والمشاركه تمام ظهرت معانا نفس الصوره. تمام، ما فيش ادنى مشكله كده، خلاص احنا خلصناها. نرجع لهنا، قال لك تم لقد انشات مشاركه حصريه، اقول له تم. تمام كده بقينا كام في المية؟ اكتملت بنسبة 100%، والموافق عليه الانتساب هنا زي الانتساب اتعملت. تمام، كل حاجة هنا تمام، التمام تمام، كله تم تم تم، مفيش عندنا مشكلة، ما كتبناش في حاجة يعني، الموضوع بسيط ماشي. تمام، وبقول له هنا تفعيل، هي اكتملت عند 100% يا دوب، انا خلصت اهو، جت عند 100% اكتملت، بقول له تفعيل. تمام، هل تريد تفعيل ميزة القنوات المنتسب إليه؟ أصبح بإمكانك الآن الترحيب بالمنتسبين الجدد إلى قناتك. الإجراءات التالية، سيظهر زر الانتساب على تمام، كل ده تمام تمام، بقول له تفعيل. تمام، كده خلاص. تمام، بقول لي هنا بقى إيه، هنا أهو جالي الفيديو هنا، افضل الممارسات، انشاء رابط للانساب في وصف الفيديو، دايما هاخد الرابط ده اهو في الاعدادات، ما عليك سوى الانتساب بقى اتحط في وصف الفيديو على طول، بقول له حفظ، هو ده تلقائي. تمام، وبقول له حفظ بقى في وصف اي فيديو عندي. تمام، واضافة فيديو تقديمي. تمام، هنعمل فيديو، بقول له اهو اختيار الفيديو اهو، ده الفيديو، شكرا للداعمين، نعملينه عاملينه غير مدرج، هل تريد اضافة الفيديو؟ تمام، هقول له اؤكد ان الفيديو التقديمي ليس مخصصا للاطفال ولا يحتوي على اي حاجة. تمام، وبقول له تأكيد. تمام، هو الفيديو اهو، بقول له حفظ ونشر، بقى اصبح لايه، لكل الداعمين بس، بقول له حفظ ونشر، مفيش مشكلة. تمام، تمام، والتحدث ده خلاص، ده بالنسبة لنا، لو عايز تتحدث عن ميزة الدفع إليها في فيديوهاتك مفيش مشكلة، هنقول له حسنا. والبدء في المشاركة، احنا بدأنا. تمام، وتفعيل ميزة المحادثات الحصرية لو انت عايز تفعلها برضو، كل ده خلاص احنا خلصناها كده يعني، في العموم الحاجات دي خلاص، عايز الفيديو بيبقى هنا في افضل الممارسات من هنا. تمام، ده الفيديو من هنا اللي هو الفيديو التقديمي بقى مازال انتساب. تمام كده، كده خلصنا، هو ده كل الموضوع. بس معلش انا اسف للاطاله، بس لان شرحتها من التليفون ومن الكمبيوتر ووضحت لك ان الاتنين زي بعض مفيش فيهم ادنى فرق. تمام، فاي سؤال في اي موضوع تحت امر الجميع، سيب كومنت بسؤالك تحت امر الجميع. اللي وصل لغايه هنا، في كلمه اتكتبت على سطح الفيديو، في كلمه اتكتبت على سطح الفيديو في اي مكان في اي وقت بقى في الفيديو، اللي شافها يكتبها لي في الكومنتات، ولكم مني جزيل الشكر، في امان الله، السلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته.